انت بقى علي، علي علي والله مش عارف اساله. علي لو هيعمل، علي شاطر جدا في الارتجال، علي ممكن يعمل مسلسل يعني لوحده، يعني ممكن يطلع هو يتكلم ويرد الشخصيات كلها، لان هو ما شاء الله عنده الردود كلها. فبتهيألي علي ممكن اقول له ان انت لو ممكن علي يصور مسلسل لوحده فعلا في البيت، يعني علي ممكن يبقى جزيرة بالكاميرا. جزيرة. ممكن لو انت بالكاميرا كده، ايه الموضوع اللي انت حابب ان انت تعمله وترد على نفسك كده في البيت؟ أنا نفسي أعمل مسلسل مع الحيوانات، وتبقى انت أنا صوت الحيوانات. والحيوانات. انت صوت الحيوانات. لا أنا والحيوانات، ما الحيوانات مش هترد. لو بس أنا عشان انت عايز حد يعني ما يردش. أطلع علي بكلم قول الحيوانات. لهم فكرة الدقيق، الدقيق. أبو دقيق ده. كان عندي فكرة فيلم اسمه أبو دقيق، عارف الحشرة اللي هي في البيت الصغيرة اللي هي شبه الفراشة دي، اللي هي زمان قال لك ده أبو دقيق ده لما ما تضربوش ده بيجيب بركة. فكان عندي فكرة زي سبايدر مان كده، لما قرصه عنكبوت فبقى يطلع خيوط، فقلت أبو دقيق ده هيخش في بقه وهو نايم فينزل هيطلع دقيق دقيق من أورته، يعني لو عرق ينزل دقيق ما ينزلش عرق. فكرة طبعا جديدة ويسوى. والله جه مرة قال لي عايز اعمل فيلم، ده دور فيلم ايه يعني؟ قال لي واحد بينزل دقيق. قلت له طب ايه يعني الفيلم اخره ايه؟ يفتح مخبز. ده فيلم اخره يعني ده اقصى حاجة عنده مخبز. هيبقى في ازمة في العيش وهيفتح مخبز وهيبقى اسطورة. هيقعد ينزل دي كتير ويبقى هو العيش عنده، يعني اللي عايز عيش يجي لابو دي. بس والله ما بهزر، وكان بكلم بجد عايز اعمل فيلم كده فعلا. يعني قلت له يعني يعني ايه علي؟ اروح لمنتج اقول له ايه علي؟ بينزل دقيق بس؟ قال لي علي بينزل.